Game Need. Me destacamos el Hems. Mendoza. Claro. Más cerquita. Hems que Andrés. Game Need, más seguida. Menufeya. Ana caía en 7 de octubre. Menufeya, inshallah. Ana caía en Mansur. Ana caía en Mastroida. ¿Cómo va a caer mi misma? Ana caía en Mohamsin. المانيال اسكندريه توقع المباراه هنكسب ان شاء الله 2-0 لا ان شاء الله هنفوز ده المباراه النهارده ان شاء الله مضمونه وان شاء الله البطوله كلها مضمونه ان شاء الله على ارضنا والله متوقع مصر هتكسب ان شاء الله احنا احسن من زيمبابوي بكتير 2-0 ان شاء الله لا ان شاء الله مصر هتكسب 2-0 او 3-1 يعني ومحمد صلاح هو هيبقى مان اوف ذا ماتش ان شاء الله 2-0 ان شاء الله 2-0 ان شاء الله ابو صلاح اللي 3-0 ان شاء الله هنكسب ان شاء الله ان شاء الله مصر هتفوز 2-0 ان شاء الله هنكسب ان شاء الله 3-0 لمصر ان شاء الله 2-0 باذن الله نكسب 4-0 محمد صلاح النهارده ان شاء الله هاتريك باذن الله 2-0 واحد صلاح وواحد محمود علاء محمد صلاح ربنا يكرمه ان شاء الله ويفضل على نفس المستوى اللي هو فيه ده قلبي بقى ده قلبي ده انا بموت فيه تعمل له كومنتس على انستغرام والله كل ستوري بتاعته بعمل له كومنتس عليه انا بموت فيه انا جاي عشان نشوفه ربنا معاه اقول له شكرا على كل حاجه بتعملها بص الناس دي كلها جايب الناس دي كلها من بيوتها عشان تشوفك بس انا بنتي مبلغه له سلام خصوصي لو شفته اقوله له حتى فيه يا رب ان شاء الله يجيب هاتريك كمان مش اثنين بس يمو يوفقه باذن الله يلعب كويس ربنا معاك نجم النجوم ان شاء الله باذن الله تعالى هتجيب جونين النهارده الله يعينك والله يقويك ان شاء الله على عيب يا رب تفرحنا النهارده وتفرحنا طول البطوله وتبقى هداف البطوله ومستنيينك تبدأ